نروح دلوقتي لملعب التتش ونشوف تدريبات الفريق الاول مع مراسلنا العزيز شريف شعبان. شريف صباح الخير، مصبح عليك انا وكريم في البدايه. صباح الخير نهوان، صباح الخير كريم، طبعا صباح الخير على الضيف الكريم كابتن وليد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. من تدريب النادي الاهلي اللي يمكن هيبدا الان في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه التميز وشاشه قناه النادي الاهلي. يمكن الاهلي وضغط المباريات، توالي المباريات، الاهلي امبارح بيفوز على فريق سوناديب بطل النيجر باربع اهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، خمس اهداف مقابل لا شيء. يمكن عنده مباراه يوم الجمعه مع فريق سيراميكا، فريق قوي في بطوله الدوري ممتاز. يمكن منذ قليل الاهلي اجرى الرابيد تيست لكل لاعبي النادي الاهلي طبعا طبقا لبروتوكول وزارتي الصحه ووزاره الرياضه واتحاد الكره المصري. يمكن الاهلي هيبدا التمرين الان. يمكن مستر موسيماني عمل حوالي محاضره حوالي 10 دقائق مع اللعيبه بيتكلم فيها عن اخطاء مباراه الامس. يمكن مستر موسيماني مع محللي الاداء اللي موجودين في الجهاز بيرسل لكل لعيب بعد اي مباراه شريط المباراه او الملخص المباراه عشان خاطر كل لعيب يتفرج على مباراه، ويبدا موسيماني في المحاضرات النظريه اللي بتكون مع اللاعبين يناقش كل لاعب على اخطائه اللي عملها في المباراه. فلازم على كل لاعب بعد المباراه يتفرج على المباراه ال 90 دقيقه. يمكن النهارده قبل ما ينزلوا التمرين اتكلم معاهم مستر موسيماني على الاخطاء امبارح على اهدار الفرص الكتيره جدا، وطلب اللاعبين ان اي فرصه تيجي لازم تفنشها جول، لان ما تعرفش لو جات لك فرصه ممكن ما تجيلكش فرصه ثانيه. يمكن اللعيبه بتنسق جيد جدا طبعا لمستر موسيماني وبيحاولوا ينفذوا تعليمات مستر موسيماني على امل ان كل لاعب يحجز بطاقه او المشاركه الاساسيه في المباريات الفتره المقبله. الراجل هيعمل روتيشن الفتره المقبله، فقال لك اللي هينفذ تعليماتي في التمرينات هيكون ليه تواجد في المباريات. الاهلي عنده معترك محلي وعنده معترك افريقي، يا رب باذن الله تكون الفتره القادمه بدون اصابات. امبارح الناس كلها اتكلمت على طاهر محمد طاهر وعنده اصابه قويه جدا في العضله الخلفيه. يمكن طاهر النهارده موجود في التمرين، طاهر عنده كان حس بتقل شويه في العضله الخلفيه ولكن هو سليم والنهارده بيشارك في التمرين بصفه منتظمه خالص، وبكره باذن الله هيكون في التمرين التكتيك. النهارده بيبقى تمرين خفيف، تمرين ريكفرنج، لان امبارح اللي لعب 90 دقيقه النهارده ممكن يعمل تمرينات خفيفه جدا، تمرينات لياقه بدنيه، ويخش بقى يعمل ريكفرنج اذا كان جهاز ينزل التلج او الجيم او الحاجات كلها اللي بتعمل ريفرش للاعيب. من بكره بقى باذن الله كل اللاعبين هتكون في التمرين التكتيك الخاص بالمباراه. الراجل النهارده هيحاول يحفظ او يعالج الاخطاء اللي حصلت في تمرينه الامس، وباذن الله بكره ينفذ التكتيك اللي هيلعب بيه مباراه سيراميكا. بكره هيكون التمرين في التتش الساعه 3 العصر، وهيتجه الاهلي الى السويس لمبيت ليله مباراه طبعا الاهلي وسيراميكا اللي هتكون على استاد السويس يوم الجمعه. يا رب باذن الله تكون يوم الجمعه وش خير على النادي الاهلي وفوز الاهلي على فريق سيراميكا العنيد اللي بيضم نجوم كتيره جدا من الدوري الممتاز. دي كانت كواليسنا في مران اليوم. يمكن السيوله المريه حوالين النادي رائعه جدا، يمكن درجه الحراره مناسبه حوالي 21 22، الشمس طالعه درجه الحراره كويسه جدا، فاللي عاوز ينزل يجي النادي يجي، الدنيا كويسه جدا، السيوله المريه كويسه جدا. باذن الله يستمتعوا بيوم جميل داخل النادي الاهلي. معاك نهاوند، معاك كريم، لو في اي استفسار معاكم. انا عايزه اروح معاك يا شريف قبل ما نختم، ليه حته هنا وجزئيه الروح المعنويه، ويمكن زي ما انت ذكرت كلنا شاهدنا امبارح يعني ماتش امس كان بيحمل العديد من اللاعبين اللي كانوا لحد ما يعني متوقفين او كان عندهم اصابات او غيره، ففكره العوده واسامي كبيره زي سعد سمير وكمان تالق البعض زي احمد ياسر ريان زي ما كنا بنتحدث، والاجوال المختلفه اللي حصلت وكهربا وغيره، يمكن كهربا ده اول جول بقى افريقي خلينا نتكلم برده، وفكره برضو السماح او اعطاء الفرصه لبدر بنون ان هو يحرز هنا ضربه الجزاء، كان ممكن وليد سليمان يلعبها لكن اللعيبه كانوا حريصين كمان ان بدر بنون يندمج مع الفريق، وكان جول جميل جدا برضو. فخلينا نروح للجزء ده معاك، اتفضل يا شريف. الاول يمكن في المحاضره اللي عملها مستر موسيماني مع اللاعبين يمكن منذ قليل او منذ لحظات، الكل حي سعد سمير على الروح، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي الروح ما بينهم. سعد سمير مدافع، بدر بنون مدافع ايضا، كان المفروض في ترتيب ضربات الجزاء اللي يشوط ضربات الجزاء نمره واحد وليد سليمان، نمره اثنين بدر بنون، ولكن على طول سعد سمير مع وليد سليمان طلب ان بدر هو اللي يلعب ضربه الجزاء، نتيجه كبيره، فبدر بنون بيعرف يسدد كويس ضربات الجزاء تديله ثقه لو احرز هدف مع النادي الاهلي في
في اول المشوار، هي دي الروح، هي دي اللي الناس كلها بتقول النادي الاهلي غير، النادي الاهلي غير عشان روحهم داخل غرف الملابس كويسه، داخل الملعب كويسه. فالنهارده يمكن منذ لحظات كل اللاعبين بالجهاز الفني اشادوا بسعد سمير، والروح اللي عن سعد سمير ان مدافع زميل بيخليه يحس ان هو يرجعه فورمه ويخليه يديله ثقه في نفسه ويدخله في وسط الاجواء بسرعه. الحاجه الثانيه اللي عايدين من الكورونا اللي كان كهربا واكرم كذا لاعب امبارح شاركوا بصفه منتظمه بعد فتره غياب كبيره جدا، كان سعد سمير بعد ما اجرى جراحه في الوتر اكيليس امبارح يمكن اول مباراه بعد حوالي فتره غياب كبيره جدا حوالي عدت 300 يوم يعني. فسعد سمير امبارح بيشارك في اول مشاركه ليه، بدا يرجع واحده واحده ما شاء الله، او نمسك الخشب يعني خط دفاع النادي الاهلي بدا يرجع كله بكامل قوته. النادي الاهلي محتاج كل لاعبته الفتره المقبله، ولكن بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، الروح المعنويه كويسه جدا مع لاعبي النادي الاهلي، الروح ما بين اللاعبين كويسه جدا، في حب وفي اخلاص، فعشان كده بتكون بتساوي بطولات. فاللي عاوز يدور على بطولات النادي الاهلي يدور في غرف الملابس المغلقه، الروح والاخلاص ما بين اللاعبين وبين الجهاز الفني فبتساوي بطولات. يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله بطولات للنادي الاهلي، وتكون الروح والاخلاص مستمره مع النادي الاهلي الى ابعد مدى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وبنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز.